خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات فيها وصحفي. الحقيقة أنا متضامن مع عمال الترسانة البحرية بأكتر من منطق، متضامن مع حق العمال في الدفاع عن حقوقهم وحق الإضراب والاعتصام باعتباره حق إنساني ودستوري، وأنا كمان ضد فكرة المحاكمات العسكرية للمدنيين بأي كمان بأي طريقة، فأنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين ومتضامن مع عمال الترسانة. فكرة عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين ده يعني هزيمة لفكرة الديمقراطية بشكل عام، وده انتهاك لحق المواطن في المسؤول أمام قضية طبيعي. لما يمتد الأمر لتجريم الإضرابات والاحتجاجات العمالية أو إخضاع العمال لمجرد مطالبتهم بحقهم لمحاكمة عسكرية، فأنا برفضها بشدة. أنا متضامن مع عمال الترسانة، أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، أنا ضد المحاكمات العسكرية للعمال أيضا.